الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد يا رب يعجبكم. هو طريقة عمل المكرونة العادية خالص بالصلصة دي. معايا مكرونة هي سوستة، برضو معايا مكرونة عادية، بس انا بحب احطها كده على بعض، يعني بعمل لاولادي كده يعني حاجه بحيث ان هو احببهم في المكرونه وكده، فبحب اشكلها لهم. فمعايا اهو نص كيلو مكرونه سوسته ونص كيلو من العاديه برضو. معايا برضو هنا كيلو طماطم هي مقطعاها. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تحت رايكم في التعليقات. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه في الفيديو. طبعا انا حاطه المكرونه في مصفى اهي، حطها في مصفى ليه؟ لان قلت لكم مره المكرونه بالذات بحب اعمل فيها الحركه دي كده. كده اي حاجه متكيسه عندك لازم تعمليها الحركه دي، لو كانت مكرونه او كانت شعريه او لسان العصفور او اي حاجه شارياها، مش تامني ان هي خلاص مشتريها من بره يعني نظيفه، لا لازم تعملي فيها كده وتنضفيها برده كويس وتبصي في حاجتك كويس قوي، عشان ممكن بيبقى موجود فيها حاجات مش كويسه، فعشان تبقي مطمنه ومتاكده وتاكلي حاجتك وانت يعني مبسوطه منها تعملي الحركه دي فيها. طبعا انا هجهز بقى الطماطم بتاعت اهيت، هروح اضربها في الخلاط كده عشان نعمل التقليه بتاعتها مع بعض وارجع لكم. طبعا يا حبايبي انا خلطت الطماطم بتاعت اهي، وده دي الحله بتاعتي، حطيت فيها الزيت اهو يتقدح. لازم زيت المكرونه اسيبه شويه على النار لغايه ما يتقدح كده ويخرج يعني الريحه الموجوده فيه دي، وبعد كده انزل عليه بقى بالطماطم بتاعتي. ميه المكرونه بتاعت اهي حطيتها عشان اسلق المكرونه، هنزل فيها كده شوية زيت صغيرين، وبرضه احط عليها الملح. طبعا الزيت بتاعي اتقدح اهو، انا مصفية الطماطم كويس جدا. هبدأ على فكرة الطماطم بتاعتي كانت الطماطم بتاعتي دي كانت حسيت ان هي بيضه شويه كده، ف وانا بخلطها انا بحب انزل عليها لو عندك كده قرن فلفل احمر مش حراق، فبحطه في قلب الطماطم وهي بتتفرم بتديني لون تحفه. او ممكن بعمل حركه تانية برضو، بحط عليها نص معلقه بابريكا، بحط عليها نص معلقه بابريكا في قلب الخلاط وانا بخلطها، والله اقسم بالله بتديكي طعم يعني بشكل جميل جدا، بتبقى معاكي كانها صلصه بالظبط، بتديكي طعم حلو قوي وشكل جميل. فانا حطيتها اهو دلوقتي، هسيبها بقى تستوي معايا كويس. دي ميه المكرونه اهي بتاعتي، هنبدا تغلي اهي، هنزل بقى عليها المكرونه. هسيبها بقى ان شاء الله تتسلق كده والتقليه بتاعتي تستوي، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا الصلصه بدات تستوي معايا اهي وبتغلى اهي، هنزل عليها كده ورقه لورا، مش هحط حبهان لان انا هنا انا سحنا الحبهان بتاعي هنا في البهارات دي، هحط كده شويه صغيرين برده ما بحبش اكتر لتقليه المكرونه بالذات. وهنزل عليها كده بمكعب مرق ماجي اهو في قلبها، وانزل عليها برضو الملح بتاعها كده مش هكتر لان المكعب بيبقى برضو بيديها برضو بيحدقها شوية. وطبعا المكرونة بتاعتها اهي بدأت تستوي معايا، هقلب فيها كده. لما المية بتاعتها تبدأ بقى تنش كده وتبان معايا، واطلع واحدة كده لقاها اللي هي مستوية، انا بحب اسويها. في ناس بتنزلها كده فيها العقدة بتاعتها، بس انا ما بحبش مش بحب انزلها طريه، بحب اسويها سوا كامل عشان الاطفال، طبعا بتطلع معايا جميله جدا وطريه.
فانا كمان يعني حوالي 10 دقايق كده، لان ميتها بدأت تنشي زي ما انتوا شايفين شوية كده، وهنزلها ان شاء الله صفيها على بال التقلية بتاعتها تستوي، وابدأ بقى اشوف هنعمل ايه. صح، طبعا المكرونة بتاعتي انا سويتها اهي، بسم الله ما شاء الله، عشان انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. هوريكم برضو انا سويتها يعني لدرجة ايه. المكرونة اهي شايفين انا سويتها خالص، ما سبتش فيها يعني عقدة وكده، اللي انت تقولي عشان تبقى كويسة معاكي، انا سويتها كويس جدا. وعملت ايه بقى، لان انا عندي التقلية هتستنى حوالي 10 دقايق، فمش عايزة المكرونة بتاعتي تمسك في بعضها. انا عملت ايه، انا الحلة هي اللي كانت فيها اهي، صفيت المكرونة وسبت المية كده اللي بتغلي تحتها، بحيث ان البخار اللي طالع منها ده يخليها ايه حلوة وما تمسكش ببعضها معايا، وتبقى جميلة لما اجي انزلها في التقلية بتاعتي. هسيبها كده بقى 10 دقايق، حوالي 10 دقايق على التقلية بتاعتها تستوي، واغطي عليها كده. وبعد ما التقلية تستوي بقى نحطها في قلبها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا ما شاء الله عندي التقلية بتاعتي استوت اهي، نطرت الزيت بتاعها اهو فوق. هعمل ايه بقى، انا بحب كده اشيل الاول شوية تقلية من دول كده، شلت اهوت شوية صلصة كده، لان انا مش ضامنة الصلصة تطلع كتير، تطلع شوية، فبحب اشيل شوية كده الاول. بعدين بقى هنزل عليه المكرونة. شايفين بقى المكرونة بعد ما عملت الحركة دي فيها، شايفين البخار ده خلاها تحتفظ ان هي ما تمسكش ببعضها خالص اهي، بسم الله ما شاء الله كويسة جدا معايا. هنزلها بقى كده في التقلية بتاعتي دي، نزلتها في الحلة بتاعتي اهي، هبدأ بقى اللي انا اقلبها كده. طبعا انا قلبتها اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الصلصة بتاعتها كتير وجميلة ازاي، ده غير طبعا اللي انا حشتها. فانت دايما اعملي الحركة دي، شيلي الاول معلقتين كده في طبق جنبك، بحيث لو انت احتاجتيهم تحطيهم، ما احتاجتهمش فخلاص. طبعا هي حدوقها جميل، هروح بقى كده مغطيه عليها، وغطي عليها بقى واسيبها تترد من حوالي 10 دقايق، لان انا سلقها كويس. وبعد كده بقى هنقدمها مع بعض ان شاء الله. طبعا يا حبايبي المكرونة بتاعتي استوت اهي زي ما انتوا شايفينها، بسم الله ما شاء الله طعمها جميل جدا. طبعا هي مستوية جدا اهي معايا ما شاء الله، يعني عشان الاطفال وكده. لو اول مرة تشوفوا قناتي، ياريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، واشتركوا في القناة بقى وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة اعملها. يا رب يكون طريقتي ده عجبتكم، لو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك. يلا اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.